من عمورة، الفتى الذي جعل من نفسه محاربا فوق الميدان وسفاحا للأهداف داخل منطقة العمليات. ابن ولاية جيجل الذي استطاع أن يفرض نفسه مبكرا في سماء الكرة الأوروبية بعدما أصبح كلمة السر في كل الأندية التي مر عليها. من فريق شرطة جيجل تخرج سونيك الذي مر ولمع في أفق الصيف التي كانت له جسرا نحو سويسرا. صاحب 13 هدفا في الدوري البلجيكي أصبح ينافس كبار اللاعبين داخل منطقة العمليات. عمورة والذي يعتبر اللاعب العربي الأكثر تهديفا في الدوريات العربية منصفة مع محمد صلاح ومتفوقا على عدة لاعبين آخرين أمثال المغربي تيسودالي. الدولي الجزائري والذي سيكون أحد أبرز اللاعبين الشباب الذين سيكونون مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في كان كوت ديفوار. أمال الجماهير الجزائرية معلقة في سرعة عمورة على الرواق الأيمن، خاصة أنه من الأوراق الرابحة التي سيعتمد عليها الناخب الوطني جمال بلماضي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.